الناس عادي مش محمودة تندحاش كلها تجرب راح سمي الناس عادي مش محمود تندحاش كلها تجرب عيب كتير ننفضها ونكتبها ذنب الناس عادي مش محمودي تمنعها انت تتجنبها ذنب الناس عادي مش محمودي تمنعها انت تتجنبها بعض الناس ما بتقدر تريهم لو عشرات اصابيعك تضويهم وبعض الناس بس بتهبيهم وبعض الناس العجب ما بحجبها ذنب الناس عادي مش محمودي روقو حد كثير النبرة عاشر مين عنده حكمة وخبرة بعض الناس بتعمل جخة وكابرة وبعض الناس ما تقدر تقربها كم جاد عادي مش محمودي انت حد انت تتجنبها يعني يا كل دفوق عند مغربي لك ناس موقعها ما بتخلي خفيف الظل مثل جناح النحل بعض الناس اذا بتشوف النمل بتمركهاش الا لا تحلبها جنب الناس عادي مش محمودي تمنعهاش انت تتجنبها جنب الناس عادي مش محمودي تمنعهاش انت تتجنبها الانسان لبسه باقواله صرف الكل يا نسلي افعاله خلوا الناس كل واحد بحاله اتحاسبهاش الله بيحاسبها لب الناس عادي مش محمودي تمنعهاش انت تتجنبها للاسف للاسف اللي حطوا امتحانات التوجيه تمنعهاش انت تتجنبها يا استاذ الحصه بحبحها وبالميزان كفاتك رجحها التوجيه لازم تنجحها وبعض الطلاب واجب ترسبها ذنب الناس عادي مش محمودي تمنعهاش انت تتجنبها ذنب الناس عادي مش محمودي تمنعهاش انت تتجنبها قبل الغير ما تطالب بالمبدا كون مليح قبل الغير ما تطالب بالمبدا كون مليح وانت بحالك ابدا مش معقول في عالم ما بتهدى وك الشيطان على الفتنه مدربها جنب الناس عادي مش محمودي تمنعهاش انت تتجنبها هذول اصحابي هذول هذول حصري تمنعهاش كل البلد تتجنبها عندك ناس بطبع الحنيه وبعض الناس مزي مشكلجيه أسوأ ناس الناس المصلحجية بتبوس الإيد إن كنت مسببها جنب الناس عادي مش محمودي تمنعهاش انت تتجنبها جنب الناس عادي مش محمودي هذول هذول مش عنا هذول مش عنا صرنا بزمن الفيسبوك جية تلفح آيات صرنا بزمان الفيسبوك جية أغلب صفحات وأحاديث نبوية بكتب عالفيس يما ارضى علي وجوات الدار بمهرها وبضربها جنب الناس عادي مش محمودي فلسطين لا احنا لا امياتنا امياتنا بعيوننا اه والله عينيكم على راسك عندك ناس إذا بتحكي بتلخص وك عندك ناس ثرثارة بتخبص بعض الناس بالبدلة بتشخص تحت البدلة بوكشي مصايبها جنب الناس عادي مش محمودي تمنعهاش اللهم صل على النبي محمد الله يخلي لك هالصغير يا الطفل يا اللي بتجيب تمنعهاش عادي مش محمود وتمنعهاش إلا تتجنب
عندك ناس طبع لعبت فيهم خبز وزيت وكما جبتك فيهم. قصدي مش عن الفرقة يا ابو وهبي. خبز لا يروح الطباخ يفهمنا لا. عندك ناس طبع لعبت فيهم خبز وزيت كل فلسطين خبز وزيت وكما جبتك فيهم وك بعض الناس الخزن لو تعطيهم قولت شكراً لسان وشاطير. ها دمي تزعني من معمودي يا حبيبي يا نجمة دمي تزعني من معمودي يا حبيبي يا نجمة. من يوم انت الفن لناصر الفناني قالوا أنا عمار الكداني وأنا مشتاق أجي عديواني وك هاي الناس ما بلزم نجربها. دمي تزعني من معمودي لا حد إلا لجنة جربين أهل الأصالي أهل الطيبي وين أحد إلا نجربها. بدنا نحني العريس وهاي البلد يعني في بلاد زرناها من 30 سنة ومن 20 سنة ومن 15 سنة ومن 10 سنين. أنا بحب كل بلاد ولا أنتقص من أي بلد ولكن أحياناً يعني الذوق شوية بتغير بالبلد مش ذوق الأخلاق ذوق الفن. أما الأخلاق موجودة بكل بلاد. هاي المنطقة ألف حافظين بعدنا يعني أنا سررت بالسحجي وجمعة المخدير وبقولوا اللي ماله كبير ماله تدبير وانبسطت بجمعة الشباب ودبكتهم برضو. يعني ناصر مش رايح عملي العمر كله رايحين احنا ننطي غيرنا بس بنحب دائما بنقول اللي بيغنوا والله منحبهم منحب لهم الخير. يغنوا لبلادنا شو بتستاهل بس ديش أزيل. يغنوا لبلادنا شو بتستاهل شو بتستاهل إم التضحيات هاي فلسطين يغنوا لها ما ينتقصوا من تراثنا.